عمر الشريف، لو احنا قلنا من اكتر الغلطات عمر الشريف ان هو راح العالمية، لا اطلاق. ليه؟ ده من اهم حاجه عملها في هو حياته، نفسه كان من ادمان، بس كان بيقول لك بالصدفه. انا كنت هبقى نجم هنا في مصر لا وهبقى عندي اسرة. طب زي مين؟ كان في الوقت ده في رشدي أباظة وفي نجوم احسن لا منه كتير وبعدين جدا. هو عمل اسم يعني مصر هو كبير. الحظ لعب معاه وطلع العالميه، هو اول فنان مصري بيطلع العالميه. بس ان ديفيد لين لما بعت والراغ قبله وشاف الصور قال لهم هاتوا لي ده، وعمل معاه فيلم مش رشدي لورنس أباظة يعني، مش البديل بيقولوا بتاعه. بقى في الوقت ده، بس عمر بيقول لا ما حصلش، ما قال لي ما قابلوش رشدي أباظة. لكن المهم هو لما عمل لورنس في ارابيا ديفيد لين اعجب بيه جدا وقال له عمر استعد هتعمل معايا فيلم دكتور زيفاجو، بس شيل الحسنه بتاعتك دي. وشال الحسنه وعمل زيفاجو. لما عرض زيفاجو في الاول عمر بيقول الفيلم كان فاشل جدا، فقابل ديفيد لين على كافيه في نيويورك وقال له سبب، قال له ديفيد لين قال له انا عارف سبب الفشل ايه، وقام كولكتد جمعوا كل الحاجات اللي في الشارع اللي في الافلام وعمل اديتنج، يعني غير حاجات كده، والفيلم طبعا علامه. طب انا ولا مره سالتك انتوا ازاي بقيت انت وهو اصحاب قوي ده كده؟ قصه. يعني انا ما اعرفش ايه بدانا العلاقه الوطيده دي جت اعتقد ظهرت سنه 77 ايه، كنتوا فين؟ انا كنت في الهرم ها وقالوا لي في فيلم هيتعمل عن الهرم وهيتذاع على الهواء مباشره. في الوقت ده على فكره سنه 77 مش زي دلوقتي تقدر تعملي ساتلايت طبعا. من هنا اهو الوقت اهو للعالم كله. كان ايامها والفيلم ده كان في اي قناة او لاي بلد؟ لا عالمي، قناه سي تي ان في ان مثلا، شركه امريكيه اسمها شركة. ال بي اس. اوكي. فعشان تجيب الساتلايت كنت بتاجريه من التلفزيون. تمام. فخلاص اتفقوا في شهر يوليو على الهواء من العالم كله. ربنا رزقنا بواحد مصري مش هقول اسمه عايش في كندا، فمن ذكائه جه راح عمل عقد مع بتوع التلفزيون ان انا لو استعملت الساتلايت ابقى انا الوحيد اللي استعمله في شهر يوليو هديكم $100,000. وراح للاثار ان ما حدش استعمل الهرم الا فلان في شهر يوليو هديكم $100,000 ما استعمله. طبعا خلى بقى الناس جم مش هيقدروا مش يعملوا على قادرين الهواء يطلعوا على الهواء، لازم طبعا. ياخدوا اذن. يعني احنا عملنا البدع في الوقت ده عشان انا وعمر. المهم احنا كنا بقى بنسجل كل حاجة عشان الفيلم الساعتين اللي على الهوا بيبقى على الهوا منهم حاجات بسيطة والباقي كله تسجيل. ففي الوقت ده قالوا هيعملوا على الهوا من قلعة لورد كارنافون في انجلترا، فانا طبعا ما رضيتش اروح لان فيها اثار مسروقة فما سافرتش. لكن عمر بقى جه وبدأ بقى انا وهو في ديالوج بيننا وبين بعض. فنهاية الفيلم هو واخد تمثال مقلد للملك خوفو، فقال لي انا هقول انت لو بتعتقد في تناسخ الارواح الري انكارنيشن تحب تبقى مين؟ قلت له يا عمر انا لو قلت لك بعتقد في ري انكارنيشن الكل بتوع تناسخ الارواح في امريكا هيبهدلوني ويقعدوا يعملوا يعني هتبقى مشكله. في النهايه اتفقنا ان هو ايه ان انا اقول لو بعتقد في تناسخ الارواح اتمنى ابقى الملك خوفو. ما تعرفيش دي برضه سببت يعني لي مشاكل. حضرتك شخصيا اللي قلت ان انا مش عمر الشريف، ان انا اتمنى هو اكون اللي الملك، بيسالني هو اللي بيسالك. هو معاه ماسك التمثال وبيسالني وخلاص. هو سافر وكان يجي ماليش دعوه بيه خالص. لما ولا حصل اصحاب ولا اي حاجه اطلاق. لما حصل بقى كنت بدرس في UCLA، فجت لي واحده من ناشونال جيوغرافيك ماليسا تراوت قالت لي احنا عايزين نعمل اي ماكس فيلم. عارف الاي ماكس اللي هو ايه؟ السينما المجسمه. فيلم بقى جبار على فكره، اتشاف في العالم بلايين. انا شفته ومعايا ملكه هولندا في امستردام. فيلم حاجه جباره. فانا الست قالت لي احنا عايزينك تعمل لنا السكريبت بتاع الفيلم، قلت لها موافق. وتظهر في الفيلم حاجه كده، قلت لها موافق بس عشان اعمل ده لازم انا عايز عمر الشريف هو اللي يعمل النريشن الراوي. الراوي بقى عباره عن عمر وجايب بنت حفيدته عندها 12 سنة من انجلترا وبزورها مصر. والله الفيلم حاجة جبارة، تبقى قاعدة 40 دقيقة منبهر. المهم واتفقت بقى، كلمت عمر وعمر وافق وقالها هنتقابل في مصر على العشاء
الساعه كذا يوم كذا. عمر كان فيه ميزه فظيعه، كريم، كرم غير طبيعي. لا يمكن يسمح لحد يدفع العشاء، تعالى هو اللي يحاسب. طبعا لما جاله الزهايمر انا قعدت احاسب سنه. معلش ما انت بترد سنين هو عملها. اللي حصل بقى هو وليسا اتقابلوا 8 الا ربع. اوكي. فعمر طبعا مين ناسيني طبعا، مش فاكرني. ولا في دماغ انا في دماغه. ف بيقول لي ليسا انت عايز حد، انت هو حد جاي؟ قلت له زي حواس بتاع الاثار. قال بتاع الهرم. بس خلي بالك، قال لها ده على فكره كل المصريين مواعيدهم وحشه. ده عشان يجي لنا مش هيجي الا قبل 9. قلت له شوف زاهي لو جه هنا بعد 8 بدقيقه اللي انت عايز اعمله. وطبعا انا انا مواعيدي بالثانيه. يعني تقولي لي عمري ما رحت ميعاد في حياتي متاخر. ونجاح الانسان على فكره بمواعيده. طبعا. فعمر بقى طبعا هو يحب بلده جدا وعايز يعمل حاجات لبلده. قال لي ليسا انا هعمل الفيلم ده ببلاش، مش هاخد منك فلوس. فطبعا انا اعتقدت ان دي هتبقى مبسوطه. قالت له يوم اول باي. بقول لها انت اتجننت، ده الراجل بيقول لك مش عايز ياخد فلوس. قالت لي شوف يا زاهي انت ما تفهمش في السينما، احنا عملنا الفيلم وفي الاقصر وعمر عارف ان ما خدش فلوس ولا مضى عقد معايا وقام النوم متاخر وانا عامله تكاليف. قالت لي انا ممكن اخسر قد اللي هدفعه له مرتين، عشان كده انا لازم ياخد فلوس. ادته 150,000 دولار في الوقت ده. واو. لكن سنه كام؟ السنه يعني تمانينات يعني. تمانينات. ومن هنا ابتديتوا اصحاب؟ من هنا بقى بدات العلاقه بينه وبينه تقوى جدا. سافرنا مع بعض كتير. هو بقى كان يبقى عمر كان الكبار يعرفوه وانا الشباب يعرفوني بره، لان انا بعمل افلام كتير جدا. وهل فعلا هو قال اشهر حد ده هو زي حواس الاشهر من عمر الشريف؟ قال هذا الكلام في هوليوود في الفيلم. قاله في الفيلم؟ فيلم عن حياتي. قال بالظبط I was the most famous Egyptian before زي حواس became the most famous Egyptian. وبعدين ما كانش عندي عقد، يعني ما يلاقي العيال السجان يتصوروا معايا ومش عارفينه يبقى فرح مبسوط، يعني يبقى سعيد. بس هو مره نصحني نصيحه، يعني كان عمر ذكي جدا. حاجتين عملهم معايا كويس. حول لما انا اخترت في 2006 من اهم 100 شخصيه مؤثره ومش عايز اروح، انا مش هروح خلاص نيويورك، ايه اللي يخليني اروح نيويورك؟ عمر قال انت اتجننت؟ ده اول مره واحد مصري يتم اختياره عن طريق تايم ماجازين، انت تروح. فرحت اشتريت بدله تكسيدو وقطعت التذكره ورحت نيويورك، وكانت حاجه بجد كان ليه حق يقول لي كده. على السجاده الحمراء و100 شخصيه وتصادف بقى حاجة في العشاء فاخره يعني. في العشاء اللي انا بتعشى على الترابيزه مين معايا؟ مين؟ ويل سميث. اوه. وجاد مراته. اوكي. وجينيفر لوبيز. وعلى شمالي واحد بس مش هقول لكم بقى اللي حصل بيني وبين جينيفر ايه، مش هقدر اقول لكم في الكلام. ما اقدرش عكستها. اقوله بعدين. اقول لك بعدين عكستها. عكست جينيفر لوبيز. مش عكستها، انا قلت لها كلمه كده خليتهم ماتوا بالضحك. اوكي. فاقولها لك بقى بعد الحلقه بعدين. انا وايه تاني قال لك؟